مش حاجه تاني، بقى شغله تاني. انت عايز ايه؟ تخيلوا يا جماعه، صاحيين من النوم يدخلوا في الدولاب ده. خشي فين؟ والله ما داخله ابدا. اه ماما، مامت ايه مش هقدر ادخل، يعني الاناقه دي وتدخل؟ لا ما اقدرش. يلا معلش، ادخلوا واقفلوا على نفسكم، مع السلامه. انا هي مش بتسكت غير ماما. ماسح حبيبتي لا لا، افتحي يا ماسح، حرام عليك، يا ابوك هيروح فيها. يا اخي صباح الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، وحشتونا جدا جدا جدا. كل حبايبكم موجودين معانا في الفيديو النهارده. النهارده هنعمل مقلب ضرب نار في كل اصحابنا، يعني مش هنسمي. اول مره نتجمع ونبات مع بعض ونصحى كلنا نلاقي نفسنا في وش بعض، اصحاب او كل حاجه، بس محدش عارف مثلا التاني شخصيته عامله ازاي في البيت. فده اللي احنا هنشوفه النهارده، المقلب ببساطه هيبقى عامل ازاي؟ قوية الشخصية والراجل الهلهولة اللي مالوش شخصية في البيت حرفيا، اللي بتهزق رايح جاي. ما خلاص انت كبرت. ده دوري يا نمرة، انا ماليش دعوة، ده مقلب. انا مش متخيل صحابي هيعملوا ايه لما يلاقوني عمالة اتهزق قدامهم من مراتي. انا مش مستوعبها. تخيل كده تبقى انت رايح عند اخوك او صاحبك او ايا كان، ومفروض انت عارف اللي هو راجل مسيطر وبدقن وقرع، المفروض قوي قوي الشتيمة، مش قوي الشتيمة اللي هو بيتهزق، لا قوي الشتيمة اللي هو على وضعه، تلاقيه عمال يتهزق، وقوم يغسل رجلي، وقوم اعمل لي فطار، لقوا في البيت حاجة تانية. فده اللي احنا هنشوفه النهارده. مش هقول لكم النمر وماسو بيموتوا بعض، ماليش دعوه. حط كاميرات واصحيهم كلهم، يلا يا جماعه عشان اكيد هنفطر وبتاع. رن على نمر واهزقه، طبيعي ان هو هينزل يعمل ايه بقى؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده، ويا ترى وهنشوف رد فعلهم ايه. ده كارثه. بس بقول لكم ايه قبل ما نبدا الفيديو، الناس لسه ما شاركتش في القناه حالا، انزلوا احنا نشارك في القناه، فعلوا الجرس ودوس لايك على الفيديو بسرعه بسرعه بسرعه. لايك لايك يلا لايك، عشان البيت هتخلص عليا. عايزاكم توصلوا الفيديو ده بسرعه ل 30,000 لايك قبل ما ماسو تقتل نمر. ويلا بينا نبدا الفيديو. يلا اول بقى ما ينزلوا نبدا التصوير. يلا مش وقته. ان شاء الله المقلب ينجح ويكسر الدنيا. صباح الفل. صباح الفل. انا عامله ايه؟ هبط عليك اصلا، قلت انت نزلت بسرعه. نزلت بسرعه، قلت ايه نقعد كده ونشيل شويه قهوه على ايه. حط على زينب كمان. زوزو جت ولا لسه؟ رنالها. طيب شفت الفيديو نزل؟ حلو؟ هلا صباح الفل، عامل ايه؟ قاعدين مع بعض، بس هتشوفوا مع بعض. اصلا عيني وجعاني جدا، مش قادره حتى، عايز اقول لك حتى رموش عشان عيني وجعاني، مش قادره افتحها اصلا. بقول لك ايه، الجو حر اصلا، شكلنا عندنا حساسيه في عينينا بسبب الجو والرطوبه. السلام عليكم. هلا والله، يا صباح الفل والهنا. سؤال بس، فين الفطار؟ انتوا مصحيني وعاملين تستعجلوا سايبكم. طب لما نتجمع احنا، مفيش حد جه. انا نزلت. نزلت اصلا. هجيب ميه واجي. ماشي. بصي عندي قصه سكتش من جنيه. عن ايه بقى؟ عن ايه؟ لا تعالى بوز. تعالى يا فين؟ عشان ابوس تعزيمة. جعان يا حبيبي؟ احمد عايز اشرب؟ احمد نايم. طب واحنا من نايم عموما، يعني هو نمر فين؟ صحيح، استنوا اكلم نمر ينزل يعمل لنا. ايوه نمر، ما نزلتش ليه؟ كلنا قاعدين مستنيين، انا مش فاهماك، ما تنزل يا زفت الطين انت. ايه الهزار ده؟ هو فين نمر؟ فوق لسه قايم مكلماه، والفكره مش اللي قايل منزل يا زفت الطين، فبقول لها ثابت قلت له يا زفت الطين. انزل يا ماشي الجزامه. لو اصلا نايم بيقول مش طايق نفسه، واخد 10 منتشر من البلاي ستيشن وزي ما انا كنت قايمه، والله ما قادره افتح عيني، انا حطيت قطر عشان اقدر افتح عيني. لا وجعاني الصراحه، كنا زفت الطين. اتاخرت كده ليه؟ يعني كنت نايم، اللي كنت في جوز. انت لسه هتلعب؟ انا عايز افطر، يلا انجز. طيب ماشي خلاص، استنى بقى، هو مش كل يوم يعني ايه في ايه؟ ما تجيب لك اي حاجه. ما تنجز يا نمر، انت بتقاوح كمان. ايه اصلا انت بتعمل ايه بجد؟ هو ده هو بيقصر ده بجد؟ بس كده؟ استنى استنى استنى، هو قام بجد؟ رايح الفطار بجد؟ هتعمل لنا الفطار معاك؟ لا، اعمل فطار؟ بتعمل ايه يا نمر؟
هو عارف ان انا تعبان المفروض ينجز يعني يعمل فطار ولا كانت كنسلت شيء جنبي. شوف كل واحد هياكل ايه يا عمرو انجز. هو انا بقوم امال ايه لوحدي يعني هما يتفرجوا عليا وانا باكل ولا ايه؟ ما كل واحد جوزها يعمل لها. لسه شاربين شاي احنا مش عايزين اصلا. عمي خلاص يا ايه بقى ما زعل واحد لسه مش قادر اعمل اكل يعني. انت بتسوي اكرمه بطل الزرق كده بقى. والله كاركترات بطل الزرق يا عم بقى. والله انا بهزر والله انا بهزر. لسه شباب عمالين يشتوا مع بعض اصلا. 2023 صاحبي الجامد قوي بامانه احلى رجل اتعمل يا بطل الزرق. والله هو هارد يا جدعان. طب هو انتوا بتنشيليني ولا بتتكلموا بجد؟ انت ما عملتش برضه ليهم؟ مش عايزين اي حاجه. قصب القلم على وشك. لا لا استني ايه القرف ده؟ لا احنا مش عايزين. والله عظيم احنا مش عايزين. والله عظيم يا ايه في ايه ايه بقى لسه النوم لسه مش شايف قدامي يعني احنا قاعدين مع بعض. انا اللي هعمل ايه؟ هو انا هفضل اعمل اكل للكل يا جماعه؟ انا اتفضل اعمل. احنا لسه شاربين شاي. هتاكل كام سندوتش؟ انت كمان بتعمل صوت. ايه 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 والله العظيم يا رب. ايه انا مش متعوده منك على الكلام ده. دي سؤال مش متفضل يا جماعة. ما انتوا شايفين احنا بقالنا نص ساعة مستنيين وهنموت من الجوع. لحد ما انا كده كده بنعمل عيل اي حد عايز ياكل. انجزي انجز. انا مرهقة. هو غلطان يا اسراء. هو المفروض ينجز بصراحة. هو مو يعني هي فعلا مرهقة المفروض ينجز. وانت يا اكرامي انت ما تروحش تعمل معاه ليه؟ انا راح اعمل معاه دلوقتي اهو. والله راح اعمل معاه حالا. حالا. يا قفص. انتوا متذكرين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنكدوا علينا ليه؟ طب سواء انتوا بتنكدوا علينا ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي هتنكدي علينا وهيحصل مشكله. اصل انا مش واحده هتنكدي كتير يعني مشكله. يا ايه مشكله شويه. في واحده مننا هتطلع بحوار كل يوم. تعالوا لازم ننظف بقى ورا البنت بعد اللي عملتها. نم لا لا احنا هنلمه ايه؟ نم احنا هنلمه ايه؟ يا نمر انا ناديت كتير. ايوه ممكن تسمع. ايه ده بنتك عملت ايه؟ اقعد ارجع اصلا. بنتك عملت ايه هنا؟ بس يا ريلك انت هتقومها ليه؟ ما هو موجود ليه؟ طب قولوا لي هتاكلوا ايه؟ هتاكلوا بيض وبطاطس. اعمل لهم اي حاجه. نظف نظف مكان البنت. شوف عملت ايه وتفضل سلمها. مش عاجبني اتفضل. نظف انا والله. اتفضل. انا بحب شنطك على الصبح. ايه اوعى كده. ايه مش هينفع حتى تفتح كده. ما تعملش حاجه بقى. لا لا والله انا هعملها. شوف ما تزعليش. اوعى 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 يا نمر. اوعى يا نمر في ايه؟ نمرك نواكد احنا. والله بس والله العظيم اقسم بالله انت حاطين فلوس اصحابك. اوعى يا نمر. لا والله انا لا والله مش عايزه مش عايزه اصلا. ايه الساندوتش استغفر الله العظيم يا رب اللي انت عامله ده. ارجلي كده. لو اعطاها عادي عادي زين. استنى. ايه يا بنات اقعدوا. في البيت ازاي بتتعاملي مع اكرامي؟ مش فاهماكي. ازاي مع اكرامي مين؟ يعني انتوا ما بتقومش تحضر لها فطار؟ اكرامي انا؟ بقول تعبانه مثلا. اه بيساعدني انما اكيد مش كل يوم هيبقى. انا مستغربه. طب انتوا في البيت بتتعاملوا ازاي يعني؟ بتتعامل ازاي؟ انا بيت معلش. في بيتكم يعني؟ احنا؟ اه مش كده. زيك بالظبط. لا مش يعني زي يعني زي بتعمل بالظبط. مش كده خالص. انت بتقولي ايه؟ بالراحه. النهارده عايزين برضه بس كام فكره تستقبلني كده ان شاء الله. لا يعني. معاك اي حاجه؟ ده معايا يا عم. اقعد يا عم تلاقي التريز بقى خلص التليفون. شوف انا مفكر نعمل ايه على الصبح. زعلانة؟ ايه؟ زعلانة؟ يا عم خلص بقى كده بطل استقبال بقى. نزلك يا حضرتك الساعة كام؟ 10. وهو قاعد ينزل الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 11 ونص. كتابي ده الزمان باظ. ده الرجالة خابت. نشيل ميعادك. والله ما بهرج. انت بقى تسخن الدنيا بقى. والله ما بسألش. يلا ما قلناش الكلام ده. بص مش تسخين فعلا احترمها. والله احترام ليها. قالت لك 10 تيجي 10 10 ليه؟ الرجالة ما عندهاش أي ريحة الدم. خش يا عم خش عم مفيش مسؤولية حد انت. والله ما بسخن. أصل فعلا دي مش مسؤولية. صاحبي. أي حد حتى لو احنا إخوات وإخواتك أي حد. زينب زينب ده قسم بالله غريب. يعني انا اقول لك حاجه. انا مش طار لا بجد عيب. ماي سخنه دي وزفت ايه؟ انت بتعلي صوتك؟ اه والله ماي سخنه دي مش هعمل حاجه تاني. ماي سخنه دي بتفرق في ايه؟ انت عايز ايه؟ ايه ايه بس ايه؟ لا بقول لك ايه؟ هضربك والله. انت عايز والله ايه؟ العظيم هضربك. يا بنتي مش كده. والله العظيم يا في ايه؟ انت بتهزري ايه؟ بجد يا عيب. بعد اذنك بعد اذنك ما تهزريش قدام اصحابي تاني. انت هتهني ولا ايه؟ ايه انت كعيبه؟ انت تجننتي ولا
ولا ايه؟ انا مش فاهمك. بس انت بتصحي منين؟ ايه؟ انت اللي اتحركت معايا. قول لهم يا جماعه، احساس صعب قوي. مش هوصفه لك عشان هتزعل، وصفته لك حرفيا. يعني انا حمزه، انا راجل يا حمزه. والله العظيم انا دمعت وكنت مسكتها رجيتها. ايوه انت بتعملي ايه؟ انا كنت هضربها. ربنا كنت يعني لما هبدتك كده انا كنت هاجي اديها بالبطن في وشها. يعني انت متخيل؟ طب بامانه يعني الكروم ما بيعملش كده؟ بامانه مثلا ما بينضفلكيش مثلا، يجيب لك ميه سخنه، يغسل لك رجليكي، يعمل الحاجات دي، يعمل يحضر لك الفطار؟ بصي يا كرام، عايزه تنعلي. طب عمرك ما حضرت فطار؟ انا ما بعرفش اعمل اصلا. اكرامي بيعمل. بتعملي لما بكون تعبانه؟ ها هي لو شرحت لي هعمل ازاي هعمل لها. انا ما بعرفش اصلا. طب والله انت كان احساسك ايه؟ احساس ايه؟ لا انا كنت عايز اقولها فيك، عجبتني شخصيتك، فشخصيه اسطوريه بالنسبه لي، حاجه عليا. مش متعوده من ايه على كده. كنت هكلم قالها اقول لها يا الاء. والله عمال افكر، قاعده افكر. طب هتلاقيها على الانستجرام ولا اخش اتصل بيها جوه؟ واكلم مامتها واقول لها ايه بتعمل، بتضرب جوزها. اكرام مش طايقني. اكرام واخد الموضوع شخصي قوي. لا بقول لكم ايه، انا راجل يا حمزه. الحمد لله. هي اللي ما تبقى مثلا تعبانه او فعلا مش قادره، ممكن اعملها اي حاجه. أيوة، انضف وامسح واعمل كل حاجه زي اي حد فعلا راجل جدع. لكن مش راجل الافاره دي بصراحه. والله يعني مش راجل الافاره، بس الطبيعي ان الواحد يساعد مراته، الواحد يقف جنبها في ضرها. بالظبط. لما بتكون تعبانه او هو تعبان احنا لازم نقف جنب بعض. على فكره انا ما بحترمش ابدا الست اللي ما بتحترمش جوزها يا جماعه. يعني ما اقدرش احس ان الموقف مهما كان، يعني مهما كان هو، من حتى لو حساه ضعيف وطيب، اوعي تعملي كده. ويلا يلا بسرعه الفطار. يلا حاضر يا حمزه.